الحقيقة بهبل. طب ما تيجي نهبل مع بعض. اتفضل. معلش يا احمد، ما يقع النشاط. زهر، انا شاطر قوي. كلميني عن نفسك شويه. والله يا احمد، انا البيئه بتاعتي قريبه جدا من البيئه بتاعتك. بابايا كان ترزي حريمي. افندم مصمم ازياء حريمي. مصمم ازياء. مامتي بقى كانت غاويه خضار. افندم بتطبخ يعني الست دي؟ ست بيت. ويا ترى المرحوم كان هو اول واحد في حياتك ولا انت اتجوزتي قبل كده؟ لا، كان هو اول واحد في حياتي. كنت بشتغل عنده سكرتيره، بعد كده اتجوزني. ده صعب قوي باين عليه. قوي قوي حتى. كان معذبني. كان تصور يخرج يسهر لانه كان بتاع نسوان. افندم ستات يعني. ستات. كان يصرف الوفات الوفات في السهرات. اجي اطلب منه اي حاجه المصروف في البيت يدب معايا خناقه الرب السهر. يا ساتر. ده انت تعذبتي قوي. ايه ده؟ احمد انت غالي قوي. لا اوعى ما تعملش كده انت. انا اسف. اصل مش عشان سمحت لك ان انت تخرجني وكده وتقول تتجرع عليا بهذا الشكل والمنظر. انا اسف، انا الحقيقه مش عارف ازاي عملت كده. انا لازم استاذن. لا تعال. لا سيبيني استاذن. لا احمد، بس مش ممكن يا احمد. انا زعلانه بس مش قوي يعني. انا مبسوطه قوي طبعا ان انا خرجت معاك وكده، بس يعني ايه ده؟ موبايل بتاعي. ويت ا مينت. اول رايت. ويت ا مينت بليز. اول رايت. اول رايت. اوكي. ويت ا مينت. اول رايت. الو. هاي. انت فين؟ بتعمل ايه؟ انا هربت من البيت يا ميدو، وقاعده دلوقتي على الكورنيش في الحته اللي احنا بنتقابل فيها. تعالى لي يا ميدو، تعالى واتجوزني. يا عقال يا مجنونه، ايه اللي بتعمليه ده غلط. ايوه غلط. انا ماما متخانقه مع مرات بابا وفي مشكله لازم اخلصها. لحظه. اتفضل. طبعا. ايوه. بقول لك ايه، خليكي زي ما انت، ما تتحركيش، ما تتنقليش من مكانك. مسافه السكه. باي باي، مع السلامه. مين دي احمد اللي ما تتنقلش وانت رايح لها دلوقتي حالا ومخليها وكده يعني؟ ماما. ماما رامي على بابا يمين طلاق. هو كده مامتك هتطلق بابا؟ لا، بابا عايز يطلق ماما، وماما طالبه الطلاق اول امبارح، ففي مشكله يعني. انا اسف. انا اسف جدا. لا لا، سهر عبوز. لا عادي عادي، مفيش أي حاجة. يعني الشيف نهاية ودسوقي. معلش، إن شاء الله أنا عوضها تاني. طب خلي العربية معاك. لا، أنت توصلني البيت وبعدين تروح، بس اتكلمني اطمني. حاضر. مش زعلانة إن السهرة باظت؟ خالص، أنا كفاية إن أنا قعدت معاك يا أحمد. هعوضها لك بإذن الله. ما أدريش حاجة، عادي. لا لا، أنت جريء قوي. الله! إيه ده؟ انت مش خالي عندك دم؟ اسف جدا. ما تروح تشوف امك اللي هتتطلق دي. ايه دي الادب دي؟ لا بس انا عاجبني الستايل ده. احمد. يا حضرة الظابط، افهمني، البنت لسه صغيرة، مش مسؤولة عن تصرفاتها. انا بحمل الواد ده مسؤولية اختطافها. لازم تعملوا اي حاجة قبل ما يضحك على عقلها ويتجوزها. طب والبنت دي غايبة بقالها قد ايه؟ النهاردة بس، لكن دلوقتي الساعة 1:30، يعني اتأخرت قوي. دي حاجة عمرها ما عملتها. دي بتخش البيت بالكتير الساعة 9. أنا من رأيي إننا نأجل موضوع المحضر ده لبكرة أحسن. يعني إيه أستنى لحد بكرة لغاية ما الفاس تقع في الراس؟ هو ده الإجراء المتبع. لازم البنت تغيب مدة عشان التهمة تثبت. يا حضرة الظابط، أنا لو استنيت لغاية بكرة أنا ممكن أتشل وأروح بيها. لازم تعملوا أي إجراء. الواد هيتجوزها فعلاً. وأحمد ده تعرف عنوانه؟ أنا عارف البيت بالوايم كده، لو حضرتك جيت معايا أنا ممكن أدلك عليه. يلا بينا. الله يخليك. اتفضل قدام. انا متشكر قوي. رشا، انت مجنونه؟ ايه العمله اللي انت عاملاها دي؟ ميدو وحشتني قوي يا ميدو. وانت كمان. ما هو مفيش قدامي حل تاني غير اننا نتجوز ونحطهم قدام الامر الواقع. ايوه حبيبتي، بس انت قاصر.
وعارفه لو انا اتجوزتك دلوقتي ممكن اروح في 60 مصيبه. يعني ايه الكلام ده؟ عايز تتخلى عني؟ لا. عايزني ارجع البيت عشان بابي يقتلني يموتني؟ اهو بابي ده هو اللي تعبني. اهدي بس اهدي، احنا في الشارع، وطي صوتك. تعالي نتمشى شويه كده ونفكر هنعمل ايه في المصيبه دي. لا مصيبه ولا حاجه، ما دام هنتجوز بابي هيستسلم. هو اكيد هيزعل في الاول شويه ويتضايق مني حبتين، لكن انا متاكده انه في الاخر هيصالحني، مش ههون عليه. يا هبله يا مجنونه، انت كده حبيبتي عاوزه تدخليني في متاهه مع ابوكي وانا مش قده، ولو اتجوزتك يا حبيبتي هروح في 60 داهيه. انا بقى قيست وهربت من البيت وعملت الخطوه دي، اتصرف انت بقى. اتصرف ازاي بس؟ انت بتعملي ايه في الشارع؟ بتزقني كده يا ميدو؟ لا يا حبيبتي اهدي بس، اصل انت حطيتيني في مشكله كبيره قوي، ده ابوكي بيكرهني جدا. لا والله يا ميدو بابي مش ايوه بعيد بس بعيد، احنا في الشارع يا بنتي. بابي مش بيكرهك ولا حاجه، كل المشكله ان انا بنته الوحيده وهو ما يقدرش يستغنى عني ومرتبط بيا زياده عن اللزوم. ميدو ايوه ايوه ايوه، اتفضلي بس اركبي العربيه، يلا بينا يلا بينا. هروح للمأذون. مأذون ايه وانا الاقي مأذون صح لحد دلوقتي؟ امال ايه هنتصرف ازاي؟ هتعمل ايه؟ هحطك في اللوكاندا لحد بكره. بقينا في وش الصبحيه واحمد لسه ما رجعش. انا هتجنن يا ناس، انا هموت، مش قادره، مش عارفه اعمل ايه، متهيألي اخش اصحيه. هو مين ده اللي تصحيه يا ماما؟ ابوكوا يا اختي ابوكوا يجي يدور عليه، انا خايفه ان يكون عمل حادثه بطنبيل الشركه. بعد الشر عليه يا ماما، ان شاء الله ربنا هيطمنك عليه. اهدي انت بس شويه. خلاص انا مش قادره، قلبي هينط مني. يا رب يا رب، مش معقول كده يا ابني يا احمد يا حبيبي. ايوه وهو نايم مع اللي ما تتسمى وسايبني قلقانه بالشكل ده. في ايه يا ماما صوتكوا عالي ليه؟ احمد مرجعش لحد دلوقتي وماما قلقانه عليه. وفيها ايه يعني احمد لسه مرجعش لغايه دلوقتي؟ هو بيبي صغير قلقانه عليه؟ قلب الام يا بنتي قلب الام، انا هطير خلاص هتجنن، انا هخش اصحيه. اوعي يا ماما احسن بابا هيزعلك يا ماما، اصبري شويه وهو زمانه جاي. في ايه يا اولاد؟ في ايه؟ صوتكوا عالي ليه؟ ابنك يا اخويا، ابنك لسه ما رجعش لحد دلوقتي، وانا مش عارفه اعمل ايه، وحضرتك سايبني ونايم مع اللي ما تتسمى. الله، وبعدين معاك يا تفيده، وبعدين معاك ايه؟ هو ابنك صغير، عيل لسه، ابنك موظف كبير في شركه، تلاقيه بعد ما ترقى بس سهران سهران في الشغل. خلاص عملتي القلقات بتاعتك وصحيتينا من النوم وخليتي النوم بيجري من عينينا، ارتحتي مش هنعرف ننام دلوقتي. يا اختي نمت عليكي حيطه انت كمان. افتح اخوكوا جه اهو، ارتحتي جه وصل. يلا يا حبيبي نكمل المدرسه. احمد فين؟ بنتي بنتي فين؟ في ايه؟ خطف بنتي يا ست هانم، الله اعلم ودها فين. على الله يكون اتجوزها، لو كان ده حصل هسجنه وهوديه في 60 داهيه. ابوس ايدك يا سعاده البائع، من المعروف ان انا ابني طيب وغلبان، واذا كان الشيطان وز ولا حاجه ارجوك تخف عليه شويه. يما يا ابني يما يا ابني يما يا ابني، بوليس بوليس في بيتي، انا قادر اخلص من الام لما اقع في مصيبه العن واضل سبيله. اسمع بالذوق كده، وروني البنت فين. بنت بنت مين؟ احنا ما نعرفش عنها حاجه. احمد ابنكم فين؟ لسه ما رجعش يا سعاده البيه، الله يسامحها غراب البين، كبت عشانا وقلت هنانا. يستحسن ان احنا نحل المشكله بطريقه وديه بدل البهدله والشحططه. يا حضرة الضابط الكلام ده ملوش لازمه، انا عارف العيله دي كويس، الناس دي مش هينفع معاها تفاهم، يلا ناخدهم على الاسم. ايوه البنت لسه قاصر، ولو المساله اخذت الشكل القانوني هتبقى جنايه. والله يا باشا ما نعرف عنها حاجه، ما شفناهاش من ليله ارض فتحتها. والله يا سعاده البي، والله من امبارح الصبح ما شفناش احمد لحد دلوقتي. بابا انا معايا رقم موبايل احمد، تحب اكلمه؟ معاك المنايل؟ معاك رقم المنايل بتاعه؟ وسايبني اتصل بيه شوفه بينايل ايه. ده هيودي نفسه في داهيه ويودينا معاه. يا سلام، ما بنتينا كمان معاها موبايل، بس يظهر انها قافلاه لان احنا اتصلنا بيها كتير، مفيش فايده. اوعى تكوني فاكره المساله كده هتعدي زي فيلم عربي من الافلام الخايبه اللي انت بتتفرجي عليها دي، دي تبقى كارثه مصيبه. لا كارثه ولا حاجه يا حبيبي، انت بس جمد قلبك واتجوزني، وان شاء الله نروح انا وانت في 60 داهيه بعد كده. يا حبيبتي مش هينفع اتجوزك الا بموافقه ابوكي والسيده امك، ما اقدرش اعمل، ولو عملت حاجه عكس كده هروح في 60 مصيبه. ده اخر كلام عندك يا احمد؟ صراحه بقى هو اخر كلام عندي. اخر حاجه؟ ده الاخر يعني.
طب والله لا موت نفسي يا احمد. إيه؟ والله لا موت نفسي وتعيش عمرك كله في حسرة قلبك عليا. وطي صوت. الله يا حبيبي يا مجنون انت. سيبني انا لازم اموت نفسي ما دام طلعت جبان وخاين وخايف تتجوزني. يا حبيبتي انا لا جبان ولا خاين، انت بس بتفضحيني في الشارع كده ليه؟ الجوازه بتاعتنا دي مش ممكن تتم، لو تمت هروح في 60 داهيه. يبقى لازم اموت نفسي، خلاص هعيش حياتي ازاي؟ اكمل حياتي ازاي؟ انا كرهتك. ايه ده؟ ايه ده؟ التليفون بيرن. ايوه بيرن. مين اللي بيكلمك دلوقتي؟ وريني. هقول لك حاجه، عايز اعرف ايه خباياك. مين الست اللي طالباك؟ طيب اديني مين اللي بيكلمك في التليفون ده؟ انا هوريك ايام سودا. ايوه اديني فرصه هقول لك. بس عايز اعرف مين دي. دي اكيد صاحبه الشركه اللي انا بشتغل فيها، ما حدش معاه النمره دي غير صاحبه الشركه. واهو ايه ده، قفلت التليفون ليه بقى؟ الست دي طالباك ليه دلوقتي وده ما عاد تكلمك فيه؟ ابدا، تلاقيها قاعده فاضيه فعايزه يعني تسالني حاجات بخصوص الشركه. شركه ايه؟ شغل ايه ده صاحبي؟ ايه مهتمه بيك كده ليه؟ كنت مرفوض ورجعتك الشركه، موبايله جابت لك، عربيه جابت لك، فهمني بقى يا احمد، عايز افهم بالظبط ايه حكايه الست دي، اقنعني. يا ستي ربنا كرمني، انت تزعلي؟ ازعل لاني مش فاهمه ايه اعمال الست دي، ريحني بقى اشرحلي. انا فاهمك على كل حاجه، هي اكيد يعني عايزاني في حاجه كده خاصه بالشركه. مش عايز يرد. طبعا يرد ايه؟ ما طبعا ما هوش فاضي يرد. 1000% اتجوز. عارف لو كنا حصل اقسم بالله العظيم لو اوديه 60 ده. ياما يا ابني، ياما يا ابني، حاول يا ابني، حاول تاني يمكن يرد يا ابني. حاول. حاضر. حاول حاول يا ابني حاول. ميدو 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 ما تزعلش مني، والله بغير عليك قوي يا ميدو. ما انا كمان بغير عليكي بس مش الغيره بتاعتك دي. طب انا اعمل ايه؟ ببقى عصبيه عشان مش حاسه بنفسي، غيرانه عليك قوي، بحبك قوي يا ميدو. اهدي حبيبتي اهدي اهدي. انا بحبك. بتحبني يا ميدو؟ طبعا بحبك يا حبيبي. طب ما تزعلش. ايه ده؟ ها؟ التليفون ده رد بقى، عايزه اسمع صوت. الشيطان طلع اهو تاني اهو. شفتي شيطان؟ شفتي بتتغير على طول ازاي؟ سمعني، عايزه اعرف صوتها. طيب دي طيب لحظه. ده اخويا ابراهيم. اخويا ابراهيم بيطمن عليا. يا سلام. اهو لحظه واحده اشوف. رد الو. ايوه ابراهيم. ايوه حبيبي. لا انا في الشغل. ايوه قاعد في الشركه. ايه بتقول؟ ايه البوليس؟ يا نهار اسود. ايوه يا احمد، دادي معاك وهي اشرح لك كل حاجه. ايوه هات الموبايل، هات الموبايل. يما يا ابني، يما يا ابني، مش هتتكلم. الو. ايوه يا احمد. ايوه بقول لك ايه، خليك معايا صريح. خطفت البنت؟ اتجوزتها؟ ابوها بيقول كده. يا ابني خليك معايا. متغطي كويس؟ متغطي كويس ايه؟ انت بتسالي على ايه؟ بقول لك ايه، الضابط جه عندنا وجاي يقبض عليك. الشقه مرشقه حكومه، اي ضباط وعساكر وامن مركزي وبلطجيه وكل الاصناف. ما تخلوش يتخطى. شيخ اسكتي اسكتي انت. ايوه امك بتسلم عليك. بقول لك ايه يا ولد، يا ولد انا مش ناقص بلاوي امك عشان. بقول لك ايه اعمل معروف، رد عليا، رد عليا. اتجوزتها؟ رد عليا. ردت في زورك المجاري؟ اوعى اهجدة. هات التليفون. اتفضل يا باشا. هات التليفون عشان اطمن على بنتي. حاضر. الباشا معاك. استنى انت. حاضر. انا لازم اعرف عمل في بنتي ايه. حاضر. الو. اتفضلي كلمي ابوك. بابي؟ ايوه بابي. ايوه بابي. انت عارفه بابي عامل ايه في البيت عندنا؟ جايب لنا البوليس والحته كلها بتتفرج علينا. طب رد علي انت يا احمد احسن، اكيد هيزعق لي، انا خايفه قوي. دلوقتي رد علي انت يا احمد، ومن شويه يا خاين يا غدار. تصرفي بقى وريني هتعملي ايه مع بابي. الو. ايوه بابي. بابي انا اسفه بابي، حقك عليا، ما تزعلش مني. هو انا زعلان منك بعقل؟ هتشوفي هتشوفي، بس لما اشوفك هعمل فيك ايه؟ اخرصي. انا هشرب من دمك، هقطعك حتت كده. ايوه يا تافهه يا مجنونه، تعملي فينا كده؟ تعملي فينا كده؟ قولي لي انطقي، اتجوزتيه ولا لا؟ رشا. رشا في ايه؟ ابوك قال لك ايه؟ الله دي مغمى عليها، اعمل ايه يا ربي؟ رشا رشا يا ساتر، دي قطع النفس. الو الو. ايوه الحقونا، رشا قطع النفس واحتمال السر الالهي يطلع. غيتونا الحقونا في عيني. لوكاندا، لوكاندا ايه اللي انتوا هتروحوها؟ انا قدام
قدام مبنى الاذاعه والتلفزيون على الناحيه الثانيه جنب جنينه الاندلس. الحقونا يا ما تلحقوناش. رشا 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 يا نهار اسود. بنتي حبيبتي بنتي حبيبتي ولا تروح عندها هي بسبب كلبي ولا يسوى. هاتوا لها الاذاعه بسرعه دلوقتي دلوقتي. بتعيط عليها ومن شويه كنت بتشتمها مش كده؟ ليلى مش فايته كملت بمصيبه لا كانت على البال ولا الخاطر. ابني ابني يابا يا ابني. رشا رشا حبيبتي فوقي بقى حبيبتي فوقي. ابوس ايديكي قومي قومي. اه يا رفي. رشا انا فين؟ ميدو. نعم حبيبتي. انا فين؟ انت في نفس المكان اللي اغمى عليكي فيه وكلها دقيقتين ثلاثه وابوك يجي معاه البوليس عشان يوديني في 60 مصيبه. بابي يوديك في 60 مصيبه؟ اه يا بابي. دي بابي مش ممكن. لا محدش يقرب ناحيتك. انا اروح في 60 ده لكن انت لا. انت لا يا ميدو. ربنا يخليكي ليا. اه مالك يا حبيبتي؟ انا دايخه. دايخه؟ طب اعمل ايه بس؟ بتحبني يا ميدو؟ بحبك ده انا بموت فيكي. يا نهار انا عايز انا اقول لها ايه؟ بكرهك. رشا رشا في البيت عملت بيها ايه؟ انا ما عملتش فيها حاجه ابدا ابدا والله ما عملتش فيها حاجه. طب من التليفون بتاع حضرتك من الخط ده اغمى عليها. لو سمحت اقبضوا عليه اقبضوا عليه. شنطة السنة حول الزبط جبتوا نفسك. انت هتخسر نفسك ان شاء الله ومستقبلك هيضيع ان شاء الله. يا بابا انا ما عملتش حاجه تستاهل ده كله. بترد عليا؟ بدنا اضربه اضربه بدنا في الشارع على مجرم وتجوزها. بدنا في الشارع على مجرم. طب البنت وتتجوزها يا مجرم؟ ابدا والله يا عمي انا لا اتجوزتها ولا خطفتها. ده هي كلمتني في التليفون وقالت لي انا سبت البيت وهربت وقابلني في الحته الفلانيه. قابل بتضربني في الشارع. بتضربني بتعمل ايه يا شباب؟ كمل بتقول ايه؟ وبعدين اتصلت بيا بالتليفون وجيت وقعدنا ماشيين بقى طول الليل ما عملتش اكتر من كده. ده كانت راحت في 60 ده يا ومادة بدل الفضايح اللي عاملها لنا دي. بعد الشر يا رامي بعد الشر على بنتي. اهون عليك يا بابي. خلصي. تقوم اتجوزت الواد الهايف ده. مرضيش خاف منك. قال باباك هيوديني في 60 داهيه. صدقت بقى وامنت بالله والله. اخلص هوديك في 60 داهيه. انت فاهم المساله سبهلله ولا ايه؟ ده انا رامي بلبع والاجر على الله. يا جماعه انا من رايي ان نلم الموضوع ودي بدل الشوشره وكمان حفاظا على سمعه البنت ومستقبلها. هو ده عين العقل. انت تخرس خالص انت وابنك. قبل الضابط من فضلك تاخد عليهم تعهد انه لا يقرب من بنتي ولا يهوب ناحيتها ولا يحاول يهرب يعرضها على الهرب مره تانية. ده اجراء لابد منه. احنا يا عمي مش قدكم. ايوه احنا مش قد نسبكم يا عم. احنا ناس بصار وبعدين ان مركز كبير. الله انا كنت ساري في السكه الحديد. ايوه ايوه ايه؟ انا بضرب في الشارع يا بابا. بضرب في الشارع كده يا بابا. انت مخطفني يا بابا. قلت عشان اخلصك من البوليس. يا ترى يا هرطار عملوا فيك ايه يا ابني يا حبيبي؟ حبسوك ولا حجزوك ولا عملوا فيك ايه يا ضنايا؟ يا رب ما تحرق قلبي عليها ابدا يا رب. احنا كان مالنا ومالها بس. احنا كنا ناقصينها يا اخواتي. مش كفايه الرزيه اللي جابها لنا ابوك اللي من ساعه ما جت وهي وشها نحس علينا والمصايب عماله تهل واحده ورا التانيه واحده ورا التانيه. لا مش معقول. تعالى يا بنتي تخش اوضتنا بدل ما نسمع الكلام اللي يسمسر جسمنا ده. سمسر جسمنا بقى يحق لك طبعا تفرحي. ما هو ابن درتك هتزعلي عليه ليه؟ خلاص يا ماما بقى خليكي في اللي انت فيه. معقول يا ماما؟ معقول اللي انت بتعمليه ده؟ عماله تجري في شكلها من الصبح ليه؟ قرشه ملحتها ليه؟ ما الست كانت قاعده في حلها. ما تتكتمي يا بنت انت وهي. انتوا عمالين تحاملها خطفت الرجاله دي. اهم جم. يا رب يا قادر يا عظيم يا رب ما تحرق قلبي عليها ابدا. ماما 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 حبيبتي شوفي لما ربنا يريد بيحقق كل حاجه. كل شيء اسمه نصيب. الحمد لله الحمد لله. الحمد لله على سلامتك. نورت بيتك يا ضنايا. رجع لك سبع البرومبه. احنا قضينا ليله اسود من قرون الخروب. كفايه دخلته عليا ما شمتش العدوين فيا. حصل ايه يا بابا؟ ما حصلش حاجه. بنت مجنونه شعنونه عاوزه تتجوزه بالعافيه بس ابننا لاول مره طلع راجل وما طوعهاش. لو طوعها كانت البلاوي كلها
وقعت فوق دماغنا. طلع عاقل زي امه، لو كان طلع زي ابوه كنا رحنا بستين داهيه. الاخرين خدوا عليه تعهد ما يتعرضهاش تاني. هتغور مع الف الف سلامه. بس هو يطلع عاقل بقى، يطلع عاقل وما يرجعهاش تاني. الحمد لله على سلامتك يا حماده. مرسي مرسي قوي مريقه. فرحانالو فرحانالو قوي. طيب يلا يلا ادخل، انت بتسبل لمرات ابوك، مالك في ايه؟ ادخل جوه يلا نام. احنا تعبانين وصهرانين، ادخل. احنا ناس كلام ده عليا انا؟ امال على مين؟ هي القطه كانت ولادها ولا ايه؟ ولد ولد ولد. شوف بيبص لي ازاي. ادخل يا اخي، ادخل يا بنت. انت ايه؟ انت مسكنه حضناني. ادخلي انت روخه معاهم. ادخلي ادخلي. طب بقى ادخل معايا اوضتي. ادخل معاك ايه؟ اوضتي. تعالي. ايوه يا احمد، انت فين؟ انا بقالي ساعتين قاعده في الشركه لوحدي. معلش معلش، راحت عليا نومه. لا 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 لا، اصلا انا سهران طول النهار والليل في الشغل. ايوه ايوه، حاضر حاضر. مسافه السكه نص ساعه وحاجه على طول. باي باي. يا لهوي، بعد الشر عليك، مالك يا حبيبي مسروع كده ليه؟ يا ماما ايه الحكايه يا ماما؟ وانا كل ما اصحى من النوم وتخش عليا تقولي لي مسروع كده ليه؟ عندي شغل يا ماما. الله، ازاي تسيب لي نام لحد الظهر؟ يا اخويا خد اجازه، ريح بدنك شويه، ما انت سهران في الشغل طول الليل. يا ماما الشغل ما فيهوش اجازه، انا شغلي مهم جدا، والشركه ما تقدرش تعمل اي حاجه الا باذن مني. حضري لي الحمام. حمام؟ الهانم بتستحمى في الحمام. اصبر يا حبيبي بقى على بال ما تشيل الجلق اللي على جسمها وتبخر كعوب رجليها المقشفه. انا مش فاهمه ايه حكايه الحمام دي. يوماتي على الله تدوب صابونه في عرق العافيه. يعني انا حستناها لغايه ما تطلع الجلق من على جدتها؟ ده انا كده هقعد 10 ايام. خلاص امري، هاتي القمصان دي واعملي لي كوبايه شاي. ربنا يخليك يا حبيبتي. قبل ما اجهز انا انهي واحد بقى يكلم، ده ولا ده ولا ده؟ احلى تليفون في الدنيا. الو. ايوه ايوه. لا لا لا، انا في الشارع، انا داخل اهو الحمد لله المكتب. هندوس افندي، لو سمحت تعالى لي ومعاك دوسيهات التسويق. حاضر حاضر يا فندم، تحت امرك. استر يا رب. الولية عايزاني وعايزة دوسية التسويق. ومالك انا اكد ليه؟ ما تدهولها. انا خايف خايف للواد ده يكون في اعنى زنب عندها. ضروري مية مية، ما سبناش في حالنا. وميت مرة اقول لحضرتك خلصنا منه. انا مش عارف انت سايبه ليه. الواد ده حيجنني، كل ما رفضه الرفض يصعده ويرقيه. بصراحة هو ما فيش غير الموضوع اياه اللي احنا اتفقنا عليه، هو اللي ممكن يوديه في توكر. ريس يا ريس، شد حيلك معانا انت بس وخلصنا منه. الواد ده من كتر حظه انا بقيت اخاف منه، كل ما نحبسه يحبس دمنا هو. يا راجل خليك متفائل، مين ده اللي يحبس دمنا؟ انا 100 مره قلت لك خلصنا منه. هي القطه كلت ولادها ولا ايه؟ على العموم انا هشوف اللي ما تتسمى دي عايزه ايه واديها الدوسيه، وانت ادعوا لنا بقى ربنا يسترها معانا ويفوت الاسبوع ده ونوديه في 60 داهيه ويروح في 60 مصيبة إن شاء الله. روح وربنا معاك ونحن وراءك يا ريس. يا رب. صباح الخير. مالك يا حندوس أفندي؟ مالك اتخذت كده ليه؟ أمال فين الهانم؟ الهانم يا سيدي اهي. انا هو يا حندوس افندي. انا الحقيقه فوجئت، ما توقعتش ابدا ان ابننا احمد يكون قاعد على المكتب بتاع سيادتك. من النهارده يا حندوس افندي احمد بيه هو اللي مسؤول عن الشركه. حته واحده. مرسي مرسي. عندك اعتراض ولا ايه يا حندوس افندي؟ لا بالعكس، ده انا سعيد مبتهج طبعا فرحان.
لو عوزتوا اي حاجه ابقوا كلموني في البيت. حضرتك ماشيه؟ لحظه واحده. هتعمل ايه؟ الو، جهزوا عربيه الهانم. احمد، انا مش عارفه اقول لك ايه، انا اول مره حد يطلب لي العربيه. تحت امرك يا هانم. مش معقول لقيتك دي. تحت امرك. انا في البيت، لو عوزتوا حاجه كلموني. مع السلامه. ماشي انا؟ ماشي يا فندم. انا مشيت. مع الف سلامه. مع السلامة يا فندم. طيب طيب. ايه ده ايه ده؟ الدوسيهات اللي بتقع دي يا حدوسه فندم، ايه ده؟ احنا في شركه ولا في طابونة؟ استنى يا بيه، هنعوز ايه؟ ما سيادتك موجود وانت الخير والبركه. اقعد. لا لا لا، اقعد استريح. لا ما يصحش اقعد وسيادتك واقف. اقعد بقول لك، استريح. حاضر يا فندم. الحقيقه يا فندم، ارجو ان انت ما تكونش فاكرني ان انا اتضايقت. انا بس فوجئت. انا عارف ان انت الخير والبركه وخير من يديرها، وملناش الا انت. والله يا حندوس افندي، انا ما كنتش عاوز الترقيه دي، بس الهانم اولعها لسيادتك. الهانم هي اللي اصرت ان انا اجي اقعد في المكان ده، لانه اكتشفت ان الشركه مليانه حراميه. خد بالك من الجمله دي، الشركه مليانه ايه؟ حراميه. خد بال سيادتك بقى انت من الجمله دي. انا والحمد لله الحمد لله انا نظيف قوي. واضح واضح. تخيل 1000 طن يتسرقوا من الشركه، عيني عينك كده. الراجل مات من هنا، والخطافه اللي هم الحراميه ما صدقوا لهفوا المحصول. انا ما عنديش فكره، حضرتك عرفت الموضوع ده منين؟ كمبيوتر. اقعد استريح، لسه ما قعدتش. اتفضل استريح. كمبيوتر يا محترم، ده الكمبيوتر ده متسجل عليه كل حاجة. المرحوم رحمة الله عليه كان بيسجل كل حاجة هنا في الكمبيوتر ده على ديسكات. تخيل، شوف المصيبة. مثلا يعني الشهر اللي فات، طفاية طفاية. اتفضل. طفاية دي مش طفاية، دي بتاعت الورق. ايه، ما قعدتش على مكاتب قبل كده؟ خلاص. الشهر اللي فات المرحوم، بص، مات. شوف مخزون البضاعة كان قد ايه؟ 3256 طن. الثابت في اوراق المخازن بيقول ان البضاعة 2256 طن. يبقى 100 طن اللي اتسرقوا دول راحوا فين يا حندوس افندي؟ الله اعلم يا احمد بيه. على كل حال اطمن يا حندوس افندي، احنا هنبلغ البوليس وحييجي يعمل اجراءاته القانونية. لا 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 يا احمد بيه، بوليس ايه كده؟ انا هتعك في الموضوع ده، منهم لله اللي سرقوا البضاعة. على كل إن الهانم لسه ما عرفتش اي حاجة، وانا بقول يعني مختارك انت بالتحديد عشان اقول لك انا مش هجيب سيرة للهانم، عشان يعني لو فكرت معايا ممكن تطلع لقمة حلوة طرية نقسمها سوا وناكلها مع بعض. لقمة طرية؟ مش فاهم يعني ايه. بالمفتش كده البضاعة دي فيها 1,000,000 جنيه، ويا بخت من نفع واستنفع. وحضرتك بتكلمني انا في الموضوع ده ليه؟ امال عاوزني اكلم مين يا حندوس افندي؟ ها، عاوزني اكلم مين؟ الاوراق اهي كلها قدامي. يعني انا بقول لو انت فكرت اللقمة دي نقسمها سوا بالنص. ها ها ايه؟ هنبتدي بقى نقول ها ونقلد الناس الكبار ولا ايه؟ ساكت ليه يا حندوس افندي؟ اصلك بتكلمني كان انا اللي سارق البضاعه دي. امال مين اللي سرقها؟ هيكون امين المخزن ولا السواقين؟ حندوس افندي قرب معايا السكه عشان انا بتخنق بسرعه، ونقسم اللقمه دي سوا 50-50. انت جبت من الاخر. يخلصك في الموضوع ده كام؟ نص 1,000,000 جنيه. ايه يا حبيبي، عايز تنصص معانا؟
ده أنا مش عايز أقلب عليك المواجع، لسه فلوس الشركة اللي برة معرفناش عنها أي حاجة، والديسكات دي بقى مكتوب عليها ومنظورة ومكتوب فيها كل حاجة. كمان تلميذك، تلميذك يا حندوسة بيه، أنعم وأكرم بك تلميذ فاق الأستاذ. ودفعت عربون أوضة معتبرة من المناصر. قولي لي بكام؟ 4000 جنيه. جنيه ينطح جنيه. ألف بركة يا حبيبتي، إن شاء الله يا رب يجعلها عتبة خضرة عليكي وعلي. إن شاء الله يا رب، ويعني عيني عن اللي ما تتسماش. أيوة يا توتشي، بس بيني وبينك يا أختي الأجرة لوحدها ما تعملش حاجة، لازم تساعدي برضو، أنت مهملة في نفسك قوي. إيه اللبس ده يا أختي؟ أنا عايزاك تبقى الفرنكة زيها. بالك أنت أنا هعمل إيه؟ هوديكي دارنا النوسة يصنفروكي ويهيئوكي وترجعي عروسة من جديد. معقولة؟ إلا معقولة يا أختي، أمال إيه؟ بصي المية تكجب الغطاش، أنت تيجي معايا وتجربي مش تخسري حاجة يا توتشي. طب وعند ست نوسة دول يعني ناس غاليين كده ولا رخاص يعني؟ يا أختي فكي جيبك، ياخدوا اللي ياخدوه يا حبيبتي، طالما فيه درة يبقى نفرسها بقرشنا. وتفتكري العمايل دي ممكن تزغلي العينين؟ طبعا يا توتشي، ده انت مش هتعرفي روح. عارفه حواجبك دي هيعملها لك تشاتشو. عارفه تشاتشو؟ امال ايه تشاتشو ده؟ ما تسمعيش عنه انت لسه، ما توعيش عليه. التشاتشو ده بقى يخليكي واحده تانيه، هنا بيرسموه هنا بيرسموه، كل حاجه بتبقى بتشاتشو. رموشك المنتفه دي هيحطوا لك فيها بوتش تبقى لحد هنا اهو، تبقي مش عارفه تبصي ازاي، هيخلوكي قمر قمر يا توتشي. يعني هبقى احلى منها؟ يا اختي مالك يا توتشي، فقدتي الثقه في نفسك ليه؟ فين الثقه؟ ما انت احلى منها من غير حاجه، دي سفره ليمونه، ده انت قشطه يا توتشي. قادر يا كريم تبيض وشي وتنصفني قدام راجلي اللي ماليش حد في الدنيا غيره؟ بالك يا توتشي، نفسي بقى نعمل الكبيره بقى، نفسي تحبلي. لا وي احبل؟ ايوه امال ايه، سيبي الموضوع ده عليا، انا عندي الدكتوره حسنات هقولك تعمل لك ايه، تقطع لك اللي اتوصل، وباذن الله باذن الله تلاقي نفسك هوب بطنك مترين قدامك وحامل في توأم كمان. لسه هنقعد نربي في عيال تاني؟ تاني وتالت ورابع على راي الست لطيف، احنا ورانا ايه؟ يكون في علمك طالما في جره تبقى الحرب والعه، والشاطره هي اللي تكسبها. عاوز ايه يا رشا؟ عندي ليك خبر مش ممكن يخطر على بالك. بعد البهدله اللي ابوكي بهدلها لي ليله امبارح. خلاص يا ميدو خلاص، بابي رضي عنك خلاص. يا سلام بالبساطه دي، مين بيكلمك؟ ده اهو اقفل التليفون. قفلته خلاص بالبساطه كده، امبارح يبقى يبهدلني والنهارده يبقى مبسوط مني؟ ايه وانا خلاص كرامتي بقت في العرض كده؟ انت مش فاهم، مامي قالت له البنت بعد عمتها السودة دي خلاص مش ممكن حد يبص لها بعد ما هبت مع الولد السنكوح ده، يبقى لازم نتجوزها له. وباباك طبعا وافق، وانا بقى مرمطون. تعال يا احمد، روح يا احمد، اتبهدل يا احمد. لا يا هانم، انا كرامتي كرامتي ما تسمحليش. يعني افهم من كده ان انت خلاص مش عايزني يا احمد؟ رشا حبيبتي لازم تعرفي انك اول حب في حياتي، انا حبيتك من قلبي، بس خلاص انا ما عادش فاضل غير كرامتي، ما اقدرش كل شويه ابوكي بقى يهزقني. يعني عايز ايه؟ عايز ايه بالظبط؟ يعني لو باباكي موافق يجي لحد عندي إيه؟ ويعتذر لي ويقول لي اتجوز بنتي. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ طبعا انت بتطلب المستحيل. هو كده بقى، اذا كان عاجبكم اهلا وسهلا، مش عاجبكم انتوا حرين. يعني خلاص يا احمد انت مش عايزني؟ خلاص ما بقيتش عايزني؟ انا ما قلتش كده، بس انا خلاص فاضي واللي على قلبي بقى قد كده، بقيت شايل خلاص. طيب خلاص انا ماشي، انا غلطان ان انا جيت لك، انا غلطان ان انا جيت لك. رشا انا إيه؟ انا استنى ابوك يجي لحد عندي. ما تتكلمش معايا خالص، انا غلطان اني شفتك، انا ما بقيتش احبك، مش عايزه احبك، مش عايزه اشوفك، مش عايزه اشوفك. بابا يجي لحد عندي، بابا يجي لحد عندي، مش كده؟ طيب
ماشي بدري كده ليه؟ ابدا عندي ظروف تعبانه شويه، ماما متخانقه مع مرات بابا والبيت حريقه واحنا ضايعين، انا واخواتي ضايعين. حول الله يا رب. معلش يا احمد اصبر شويه، كل بيت فيه مشاكل، احنا شخصين عندي مشاكل قد كده، ده انا فيا اللي مكفين حقيقه، بس انا تعبان مش قادر اوجد المناخ اللي انا نفسي اكون فيه. برضو شاب زي محتاج يعطي مشاعر واحاسيس، فريد يعني انا في اي مكان قابلت واحده عايز المناخ بتاع الحياه دي. واحده ايه يعني؟ اقصد انا شاب برضو، في الظروف اللي زي دي ممكن اقابل واحده اتعاطف معاه، المناخ ده بقى مش لاقيه بسبب الخناقات. احمد طب ايه رايك لو تسيب لهم البيت خالص وتروح تستقل انت بحياتك وتسكن لوحدك؟ ايوه بس امكانيات الماديه ما تسمحش، انت عارفه الظروف اللي زي دي والمناخ ده عايز مصاريف جامده. طبعا المناخ اللي انت عايز تبدع فيه يا احمد، المناخ اللي عاوز تفكر في اللي انت بتفكر فيها يا احمد. احمد انا عندي شقه فاضيه ممكن تاخدها تعيش فيها. طب ادي مشكله خلصت. المشكله الثانيه بقى في امي. امك؟ امي تعبانه قوي، مش معقوله، ده هي الوحيده اللي ليا في الدنيا، اسيب واحد زي دي تفضل تبهدل فيها كل شويه؟ انا تعبان عشان خاطر امي. احمد انت كل شويه تقول لي امك 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 امك، على عيني وعلى راسي يا اخي، بس انا شخصيا فيا مشاكل قد كده، انا مش ناقصه هم على الهم اللي انا فيه يا احمد. خلاص اوكي انا موافق موافق ان خلاص حاجه اقعد عندك، بس عندي على فكره حندوسه اتصل بيا وقال لي على موضوع كده غريب، يعني لمح لي برشوه عشان اديني رشوه واسكت رشوه. ايوه وانت هتبيعني يا احمد؟ ما تقوليش كده، انا بيع الدنيا وانت لا، ولو كنت عايز ابيعك انا كنت برضو قلت لك موضوع زي ده، انا ما اقدرش اعمل كده، انا مليان احاسيس ومشاعر. احمد نعم. تفتكر المكان والوقت والزمان مناسب للي هعمله دلوقتي حالا؟ انت هتعملي حاجه خطر يعني ولا ايه؟ لا مش خطر، احنا في الشارع. لا لا اعملي اللي انت عاوزاه. احمد مالك ضربه بوز ليه؟ انت مش قابلت احمد؟ محدش يجيبني سيرته خالص خالص، انا خلاص مش عايزاه. يا ما انت كريم يا رب، الحمد لله انه تزاح رحمه رحمه راح. مامي اوعى تقولي الكلام ده لبابي، اوعى تجيبي له سير على الموضوع ده. ليه ما اجيبلوش سير؟ ده ابوكي هيفرح جدا انك خلصت منه. تصوري يا مامي انه رفض يجيله ويقول لي كده بالفم المليان، إذا كان أبوكي موافق عليا يجي لحد عندي كده ويقول لي تعالى اتجوز بنتي. يا سلام، ده مين اللي يجيله؟ جاله الموت يشيله كلب ولا يسوى. اهدي انتي بس كده بالله وأنا أجوزك سيد سيده. خلاص أنا مش عايزة أتجوز خالص، لا هو ولا غيره، أنا كرهت الجواز بسببه. أنا كرهته، أنا بكرهه قوي. اتفضل. صباح الخير صباح الخير صباح الخير. يا صباح الفل يا صباح الورد يا صباح الطعام. ومعقوله يا حبيبتي انت تخبطي على الباب؟ لا ده مكتبك وانا ضيف فيه. لا يا احمد ما تقولش كده، انا اللي ضيفه وانت صاحب المكتب. احمد كنت محتاس في ايه؟ ابدا يا روحي، بحط شريط الكاسيت عشان وناوي ناوي اسجله ان شاء الله. بس خلي بالك منه يا احمد، ده راجل حويط حرص منه جامد. ما تخافيش انا بعيني هسجله، ولو ما نفعش تسجيل برضه هسجل. حق يا احمد، لو عملت العمله دي تبقى عملت عمل عظيم وهايل تستاهل عليه. يعني ايه دي؟ يعني بوسه؟ هاتي بوس. لا لا النبي بوس. لا لا واحدة بوس. لا لا عشان خاطر بعد الجواز واحدة واحدة بعد الجواز بوسة خفيفة. افتحلي افتحلي عيني عيني افتحلي افتحلي عيني عيني انا داخلة احمد. نعم. ايه رأيك في القعدة دي؟ هايلة. طب ودي؟ هايلة. ودي لحظة واحدة هايلة. اقفلي اقفلي عينيا عينيا اقفلي اقفلي عينيا عينيا. ممكن ايه الجنان اللي انا فيه ده؟